تحت شعار معاً لإنجاح تحولكم الرقمي، تطلق شركة إنوي للاتصالات بشراكة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب دورة جديدة من تظاهرة تحت عنوان ملتقى المقاولات. إنوي كفاعل أساسي في التحول الرقمي للمقاولات بالمغرب، كيوضع على السوق المغربية مجموعة من الحلول والمنتجات اللي كتمكن المقاولات من تحسين المردودية ديالها ومن تحسين المسلسل ديال التحول الرقمي ديالها. ولكن بالإضافة لذلك احنا متأكدين بأن من الواجب ديال الفاعل الأساسي كإنوي أنه يواكب هذه المقاولات في التخطيط ديال هذا المسلسل ديال التحول الرقمي، ويجيب الخبرة ديال الخبراء الوطنيين في عدة جهات من المغرب باش يساعدوا هاد المقاولين على تحسين حدود النجاح ديال هاد المسلسل ديال التحول الرقمي. هاد المواكبة غتمثل في حصص عمل اللي غيديروها هاد الخبراء، حصص عمل على شكل طاولات صغيرة اللي كتمكن المقاولين من الإجابة على التساؤلات اللي عندهم في المراحل ديال هاد التحول. هاد اللقاء هذا سمح لنا باش أننا نعطيو انطلاقة رسمية للدورة الثانية من دورة إنوي والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب للتحول الرقمي، اللي هي واحد الدورة تنديروها في 7 ديال المدن المغربية: الرباط، طنجة، مكناس، فاس، مراكش، أكادير، وجدة، باش نتواصلوا مع مسيرين الشركات ومسيرين المؤسسات ونعاونوهم باش أنهم يبداوا التحول الرقمي ديالهم. في هذه الدورة هذه ترافقنا واحد عدد من الخبراء اللي عندهم اختصاصات متعددة ومتكاملة، منهم خبراء في التسيير، في الاستراتيجية، في الاتصال ومجالات أخرى، واللي تتسمح للمسيرين أنهم يجلسوا معهم في واحد الورشات ويتحاوروا معهم بصفة مباشرة، وأنهم يسؤولهم على الشركات ديالهم وعلى المؤسسات ديالهم وتستفدوا من الأجوبة ديال هاد الخبراء اللي تيقول لهم باش يبداو شنو هما المراحل الأولى للتحول الرقمي، شنو هما الأخطاء اللي خصهم يتفادوها. لأنه اليوم كيف ما تنعرفوا يعني كل الشركات تهم هذا الأمر هذا، ويقال أن الشركات اللي ما غتاخذ هذا اللي تسمى هذا الفيراج ديال لا ترانسفورماسيون نوميريك تاخذ لو ريسك ديال أنها ما تبقاش تو سامبلومون، لحقاش كاين الشركات الأخرى لي كونكورون ديالهم. المشرفون على هذه الدورة يراهنون على خلق طفرة نوعية في مجال التحول الرقمي دون تغييب عنصري النجاعة والالتزام.